وصحبه وسلم تسليما. السيد الكاتب العام لعمالة إقليم الزلال، السيد الشيخ الزاوية البصرية مولاي الإسماعيلي، السيد رئيس المجلس العلمي المحلي لبني بلال، السيد رئيس المجلس العلمي لبرشيد، السادة الأساتذة الجامعيون العلماء، السادة الطلبة والطالبات في كل من كلية الأدب ببني بلال والزاوية البصرية لبني عياض، السيد المدير الإقليمي للتربية والتكوين لأزلال، السيد رئيس الدائرة، السادة رجال الصحافة المحترمون، السيد مدير مختبر الحوار والمقاصد للأبحاث والدراسات، السيد رئيس مركز دراسة المعرفة والحضارة. أيها الحضور الكريم، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. في البداية يتشرف المجلس العلمي بأزلال والزاوية البصيرية أن يرحب، لا أقول بالضيوف ولكن بالمؤتمرين جميعا، لأن المرأة لا يعتبر ضيفا في بيته، كما أنني أو أننا في المجلس العلمي هنا أو هناك نرحب بهذا المشروع الجديد. موضوع هذه الندوة الذي يعتبر جزءا من الحمل الثقيل الذي تنوء به المجالس العلمية منذ نشأتها وحدها على قلة عددها وقلة أعضائها، وتعتبر هذه الندوة حقا فتح عهد جديد من إعادة الاعتبار لثقافتنا الأصلية التي حملت مشعل الإصلاح في القديم والحديث، من عهد موحد عهد بن تمر إلى عهد الملك مولاي سليمان إلى عهد أمير المؤمنين سيدنا محمد السادس حفظه الله، إلى عهد رواد النهضة الذين لا تزالوا أصداء إصلاحهم تترددوا في الأرجاء العالم الإسلامي شرقه وغربه. هذا ما ذكرتني به عناوين مداخلة السادة العلماء الأجلاء الذين شاركوا في هذه الندوة المباركة التي أتمنى لها التوفيق، وللمنطقة الوسطى هذه من مغربنا الجميل أن تفتخر بهذا المجمع العلمي الفريد الذي انصهر فيه التصوف والبحث العلمي كمكونين شكلا دوما نسيج الثقافة المغربية منذ كانت. وهذا التلاقح الفكري بين الزاوية كرباط ومعقل للخصوصية المغربية والجامعة كمصدر العظام والمجلس كراعي للهوية المغربية، فلا شك أن هذا التلاقح سينجب فكرا رصينا متينا معتدلا واثق الخطى نحو مستقبل واعي لبناء مجتمع سليم متماسك الأركان والأرجاء. وهذا ما تدعو إليه قبولة عناوين المداخلات الفكرية والعلمية التي ستعطر أجواء هذه الندوة، غير أنني أرجو ألا تكون بيضة الديك، كما قال الآخر: قد زرتنا مرة في العمر واحدة ثني ولا تجعلها بيضة الديك. أبقى الله بلدنا بلد إيمان وقرآن وعرفان واطمئنان وأمن واستقرار